اهلا بيكم معنا. هنتكلم في موضوعنا عن هاتف سامسونج جالاكسي A33 بشريحتين، لون الهاتف ازرق، سعر الهاتف 8459 جنيه. اهم ما يميز الهاتف شاشة سوبر اموند مقاس 6.4 بوصة، دقة 1080x2400 FHD+، ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، ذاكرة رام 8 جيجا بايت، الكاميرا الامامية دقة 13 ميجا بكسل بفتحة عريضة، الكاميرا الخلفية دقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة 8.26 عريضة، بها خاصية تحديد المرحلة للتركيز التلقائي وتقنية تثبيت الصورة، وكاميرا دقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2 زاوية 123 درجة عريضة جدا، وكاميرا دقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4 ماكرو، وكاميرا دقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4 ميكرو. معالج اكسينوس 1280 ثماني النواة، ساعة البطارية 5000 ملي امبير في الساعة مع خاصية الشحن السريع قدرة 25 واط، شبكات الاتصال واي فاي بلوتوث جي بي اس، تقنية NVC للاتصال القريب المدى، منفذ USB، نظام التشغيل اندرويد، الهاتف مقاوم للمياه، يوجد بالهاتف بصمة للإصبع وجهاز استقبال. سعر هاتف سامسونج جالاكسي A33 بشريحتين 128 جيجا 8459 جنيه. أتمنى أكون أفدتكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.